السلام عليكم البنات حباباتي صحاباتي، كي دايرتي الغاليتي على قلبي؟ كلشي هو هذاك، كلشي مزيان. اتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. وتحيه كبيره لحبيباتي ومتابعات ديالي الجزائريات والتونسيات والخليجيات، في ما كنتو في اي بلد. الله يكبر بكم كيف ما كبرتو بيا. المهم الناس اللي كتقول لي عافاك اختي ورديه راه مابقاش كنتواصلوا بالجديد، ما عليكم غير تشتركوا في القناه وتفعلوا داك الجرس اللي حداه باش غير نلوح فيديو جديد يبان لكم نتوما هما الاولين. داكشي علاش شحال من وحده كتقول لي غبرتي علينا وهذا وهذا، انا غبرت ولكن هاد الايامات راه كنحط لكم الجديد. ما عليكم غير تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، والله يسهل عليكم ويسهل لكم اموركم يا ربي. واللي عندها شي امنيه زوينه في خاطرها الله يحققها لها يا ربي. اللي بغات تزوج الله يزوجها، والله يجيب لها شي ولد الناس اللي تهلا فيها، ماشي شي ولد الناس اللي كرفصها. واللي بغات الاولاد والذريه الصالحه الله يرزقها من عنده يا ربي. واي وحده كيف ما قلت لكم عندها مشاكل ولا شي كره بالدنيا، الله يفكك عليها كره بالدنيا والاخره، قولوا امين. ما تعرفوا هذه الدعوه تكون مستجابه، الله يسهل لكم اموركم كاملين يا ربي. المهم البنات، اي وحده بغات تشوف الفعل ديالها نخلي لكم واحد القناه في صندوق الوصف، سيروا تابعوها. راه سيده معقوله، بنت معقوله، كتقرا لكم الفعل وكتضرب الكارطه لكم. غتلقاو القناه ديالها في صندوق الوصف ولا في الاول التعليق. وما تنساوش غنخلي لكم واحد القناه ديال واحد السيده مسكينه يتيمه، تعاونوا معها واشتركوا في القناه ديالها مسكينه، راه كدير داكشي للطبخ وداكشي، والله يسهل عليكم ويستر لكم اموركم. تعاونوا مع بعضياتكم باش ربي يسهل عليكم. المهم البنات ما نطولش عليكم، بزاف تاع الناس وبزاف تاع العائلات كيعانيوا في الدار من المشاكل. كتقول لك انا عندي مشاكل بزاف في الدار، سبحان الله ما كيكونش الرزق في الدار. الدار فيها البنات بزاف، وحتى وحده ما مزوجاش، حتى وحده ما مخطوباش، يعني عندها التيسير. والدار كاين اللي كتقول لك انا الدار ديما كنلقى مكبوب حداها شي حاجه صفر بحال السحر، ومتاكده بلي مديون ليهم السحر. المهم ديك الاتبه كتكون عتبه منحوسه، لا رزق. الا جاوا الفلوس لديك الدار دغيا كيمشيو، يعني ما كيكونش الفرح، ما كيكون حتى حاجه في ديك الدار. وهاد الوصفه البنات صالحه لكم البنات، ديريها كنتي نتيا ولا امك ولا اي وحده، ديروها البنات راه واعره بزاف، كتخلي العتبه ديالكم مرزاق مرزاق من ناحيه المال، من ناحيه يعني الافراح، يعني دائما كيكون عندكم فرح في الدار. شحال من وحده كترسل ليا تقول ليا عافاك اختي ورضيه، حنايا ربعه البنات في الدار وتبارك الله الله عطانا حقنا في الزين، ولكن ما كاين اللي كيسول فينا، كيهضروا فينا الناس من بعيد، ولكن حتى واحد ما كيديرش ديك الخطوه ديال انه يتقدم. وكاينين الخطاب اللي كيجوا للدار ولكن كنكونوا يعني فاهمين كلشي، في رمشه عين كيتلغى كلشي. ولا كنكون عارفه شي حد كنقول للناس راه صافي انا نتخطب اليوم وهذا، وفي الاخير كيتلغى كلشي. هاد الوصف البنات ديروها راه واعره بزاف، يعني كتجيب الرزق الكثير للبيت، كيولي البيت فيه الرزق، والناس اللي في ديك الدار كتكون محبه بيناتهم، ما كيكونش شي خصام. الا جاوا الفلوس لديك الدار كيكونوا مرزاقين وكتكون فيهم البركه سبحانه وتعالى. وحتى البنات اللي يعني الا عندك العزبات في الدار ديري هاد الوصفه، وراه ساهله وبسيطه وراه بانيه، ما فيهاش شي حاجه اللي خايبه اللي تادي بها شي حد، راه ساهله وبسيطه وكتخدم غير بالقران وكلام الله سبحانه وتعالى، ما تعكزوش شي عليها. المهم هاد الوصفه راه مكوناتها ساهلين، المهم كتحتاجي الملحه، وكتعرفوا نتوما تبارك الله الملحه يعني راه الملحه تبارك الله انا معروفه في العالم ديال الروحانيات انها كتخدم للتهييج، كتخدم في الوصفه ديال التهييج، وكتخدم كذلك حتى في الفسخ يعني الاصحار، يعني اللي عندك شي عقده ولا شي حاجه راه ضروري الملحه كتخدمي بها. الملح يعني ملح الطعام، ماشي بالضروره يكون الملح الحجري، غير ملح الطعام. هنايا البنات عندنا الزعتر، ها هو البنات راه الزعتر راه كاين في جميع البيوت العربيه الزعتر، ما نعرفش كتقولوا ليه نتوما باللغه العربيه. المهم بلات اللي ما كيفهمونيش، كنحتاجوا مفتاح ديال البيت، يعني يا يكون مفتاح ديال شي غرفه، المهم مفتاح يكون من ديك الدار اللي بتخدمي هاد الوصفه. يعني انت كاينه مع داركم ما بغيتيش تهزي الساروت ديال الباب الكبير، تهزي غير الساروت ديال البيت ديالك ولا الساروت ديال الماريون، المهم شي ساروت تكون من ديك الدار، فهمتوني. وكنحتاجو ثوب يكون اسود ضروري البنات، هذه راه ضروري، ثوب يكون اسود
يعني ضروري البنات سمعوني مزيان، ثوب يكون اسود، وكنحتاجو الرماد. الرماد يعني ما كتشعلي شي مجمر داكشي كيشيط منه، كتحتاج يعني الرماد. وكتحتاج البنات الى عندك طرف ديال المسك، اي نوع ديال المسك، ما يكونش اسود، مسك ابيض يعني طريف منه، تتخدمي بها حتى هي هاد الوصفه. شوفوا معايا كي غادي ندير، راه ساهله البنات وبسيطه، سمعوني مزيان. المهم البنات كنهزو داك الثوب الكحل وكنديرو النيه. البنات راه النيه هي كلشي، هاد النيه والحاجه مقضيه. البنات راه كتلاحظوا بلي الناس القدام الا سولتي جداتك ولا امك ولا خالتك كتقول لك حنا كنا كنديروا وصفات ساهله يعني غير بالمليحه، وهذا ما كنقراو عليهم والو، سبحان الله كيصدقوا لينا حيت النيه راه سبحان الله يعني حتى قانون الجذب، والنيه راه كتعمل بزاف. الحاجه اللي درتيها في راسك وقلتي غتنجح معايا راه تنجح معاك. هاد الوصفه البنات راه واعره. المهم كنديروا داك الزعتر هنايا، داك الثوب الاسود، وضروري البنات يكون ثوب اسود ضروري. بسم الله، كنقولوا بسم الله. وكنزيدوا المليحه، ملح الطعام كيف ما قلت لكم يكون تواجد عندك في البيت، كديري منه شويه حتى هو في هذه الرزيمه الكحله. تبعوا معايا البنات عافاكم مزيان، وراه الوصفه سهله، والامهات ديروها ما تبخلوش عليها. اذا كانوا عندكم ولادكم زعما فيهم الصداع ما كيسمعوش الهضره، والدار ديما نايط فيها الصداع والمشاكل، عندك مع الراجل ولا الدار يعني عندك العزبات ما مزوجاتش، عملي هاد الوصفه راه كتفكي السحر وكتفكي اي حاجه. كتزيد لك السويرته وكتحتاجي غير وحيده، كتحطيه هنايا وكتحطي الرماد، كديري طرف ديال المسك ابيض ضروري حتى هو. انا ما متواجدش عندي، كمل ليا معاك نخدم به بزاف الوصفات للناس، وكنحتاج الرماد. ها هو البنات الرماد، ها هو نديرو هكا باش ما يتخواش لينا، حيت روني هنايا صراحه. بسم الله، وراه البنات هاد الوصفه البنات راه واعره، خدموها ماش تندبوا. كيف ما قلت لكم انا ما تواجدتش عندي شاي المسك الابيض، انا نوريكم. المهم نتوما راه ضروري يكون عندكم، كتهزوا هاد الرزيمه تتسدوها بحال هكا. وهاد الرزيمه البنات كيف ما كتشوفوا كتهزوها وكتشدوها بيديكم المنيه، وكتكونوا على القبله، وكتكونوا بوحدكم في شي بلاصه يكون فيها الهدوء، يعني تدخلي لبيتك وتسديها عليك. الا كنتي ام ولا كنتي بنت بتعملي هذه الوصفه، كتمشي لشي بيت وكتكوني يعني بوحدك متخشعه، وكتكوني على القبله وكتقولي بسم الله، وكتقراي على هذه الكميه، هذه الكميسه كتقراي عليها، كتهزي بيدك اليمنيه وكتقراي عليها، كتقراي عليها بسم الله الرحمن الرحيم 10 المرات، وكتصلي على النبي يعني صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، كتقولها 10 المرات، وكتقراي سورة الضحى وسورة الشرح حتى هما 3 المرات، سمعوني مزيان، وكتقولوا هذا الدعاء كتقوليه 3 المرات، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كتقولي 3 المرات. كيف ما قلت لكم بسم الله الرحمن الرحيم 10 المرات، صلت على النبي 10 المرات، وسورة الشرح وسورة الضحى 3 المرات، وكتقولي هذا الدعاء حتى هو 3 المرات، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ولا حول ولا قوة بالله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاد الشيء البنات اللي كديرو من بعد البنات ملي تتهزي هذه وكتحطيها على الباب ديالك، يعني المهم نتوما انا راه هديها كبرتها معاكم، هي كتكون صغيره الكميميسه، كديرها في الباب ديالك يعني هكا بالليل ملي يكونوا الناس كامل ناعسين، ديريها في الباب ديالك وتفيقي في الصباح بكري وتحيديها. يعني الا كنتي خايفه شي حد يجي عندك ويشوفها ويسولك شنو هي ولا شي حاجه، ما عندكش شي مشكل، المهم تبات عندك في الباب ديالك. وراه الوصفه كتحيد السحور، كتحيد جميع انواع يعني الطاقه الخايبه اللي عندك في الدار كتحيد. راه والله العظيم الا جربوها الناس، وانا هاد الوصفه ما كتعطانيش شي في داري، وسمعوني مزيان البنات، والله يسهل عليكم ويسهل لكم اموركم، اللي عندها شي امنيه في خاطرها الله يحققها ليها. كيف ما قلت لكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا كل جديد، راه جايين شي فيديوهات من هنا لقدام راه يعني تستفدوا منهم بزاف، ووصفات راه ما دايرينش من التراث القديم وناجحين 100%. والدليل على ذلك انني الحمد لله ملي كنحط فيديو يعني 90% من الناس اللي كتعلق كتقول لك بلي نجحات معاهم الوصفه. الحمد لله، الله لا يحشمنا معكم، والله يسهل عليكم ويسهل لكم اموركم يا ربي. وكيف ما قلت لكم وغنعاودها،
اللي عنده شي حاجه في خاطرها الله يحققها ليها يا ربي امين. وبالي والبنات بريوسكم حتى نتوما، اللي عنده شي تابعه تنحيها، اللي عنده شي ساعه تنحيه. راه الوقت البنات كدوز، كتلقى البنتات وعندها 30 عام يلاه كتمشي تسبب، راه كيقول لك الله سبحانه وتعالى سبب عبدي وانا نعاونك. هادشي راه غير كديري غير الفال وربي كيكمل عليك بالخير.